تحت عنوان الصحافة الاستقصائية حاجة وطنية، أقام اتحاد الصحفيين ورشة عمل لتدريب عدد من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية على أساليب الصحافة الاستقصائية وآليات الحصول على المعلومات، وذلك في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر في دمشق. هي حاجة مجتمعية وطنية كما قال السيد الرئيس بشار الأسد. نحن انطلاقا من هذا القول نحاول أن نفعل هذا الجانب في المؤسسات الإعلامية السورية. نحن مقدمون على مرحلة إعادة الإعمار، والصحافة الاستقصائية أنا برأيي ستكون رافعة حقيقية. تعمل مثل هذه الدورات في مثل هذه الظروف التي ندرك تماما أن كل الطاقات اليوم متجهة باتجاه المواجهة وباتجاه تقديم أقصى الطاقات في سبيل تحقيق ما نطمح إليه كسوريين في هذه المسألة. والمستوى الثاني يتعلق بأهمية هذا النوع من الورشات. الورشة تقام بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب الإعلامي بهدف التركيز على الصحافة الاستقصائية لكونها حاجة ضرورية من أجل كشف مكامن الفساد وتسليط الضوء على مظاهره في المفاصل الإدارية بمختلف المؤسسات، ويشارك فيها إعلاميون من جميع الوسائل الإعلامية. قد ايه المجتمع الديمقراطي، قد ايه صحافة الاستقصائية فعالة، فبالأزمة بتزيد هذه الفاعلية وبتزيد هذه الأهمية، انطلاقا من انه في الأزمة بيكتروا تجار الأزمة، بيكتروا المتلاعبين بمصير الناس وبمصالحهم وبلقمة عيشهم، لذلك تزيد أهمية هذه الصحافة، وبالتالي كما تزيد أهمية السلطات في الأزمات. على مدى يومين تحدث المشاركون في الورشة عن أهمية الصحافة الاستقصائية كفن إعلامي له دور في تسليط الضوء على قضايا تهم المواطن أو أي خلل في عمل مؤسسة ما، مع أسبابه والحلول لعلاجه لتصل إلى الجهة المسؤولة. كما تم في الختام منح المشاركين شهادات لإتمامهم دورة تدريبية في الصحافة الاستقصائية.